صباح الخيرات وشراكم. انا راهي عندي 9 غربة الستوري، انتم حتشوفوهم العشية، حنوريكم كامل لا جورني تاعي راح ندير فيها اليوم. عندي شغالات من الصباح حتى العشية، نوض هكا مس قهويتش باسكو ني معروضة ندير فطور تركي. اي بان قالكم كاين فطور تركي في الجزائر، اني رايحه نكتشفو ولاش البلاصه مليحه، ولا غير نعطيكم الادريس. قالكم ان تري تري بون بلان، صاحبتي زين تعرف كاع البلايص شابين، قالت لي تجي الاخر ما يلحقش نديرو فيها فطور تركي. ومن بعد نروح ياسمين فاشن عيطت لي قالت لي جبت لا كوليكسيون تاع العيد، نروح كاش ما نخطف حويجه للعيد باسكو حوايجي خلاص سي فيني. سراول يا حسره عندي ما بالسروال. نروح قلت جو بروفيت لوكازيون نشوف واش كاين واش ما كاينش ونقضي العشيه. وها هي اموره نوضت صباح بكري، وها هي الكزينوبه، ورانا رايحين الله الله نديرو فطور تركي وندوكم معانا. واخيرا جويه 12 غير هكذاك لحقنا عنده، شتو هما فطور تركي، منو فطور منو غدا هما عندهم. تسمى تغديف يقعد، تخيلت زعما يدير لنا شويه حاجه خفيفه مي يدير فطور تركي كلش كيما اللي تشوفوه في المسلسلات والافلام يديروه، كيما كي نروحوا لتركيا نديروه. والناس اللي ما قدرتش تروح ولا جامي راحت ولا مازال ما راحتش لتركيا، هاي جات تركيا لعندكم باش ديروا فطور الصباح تاعهم. حاجه بنينه تري 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 بروبر، هادي اللي ناكد لكم عليها، النقاء النقاء ما عندي ما نقول لكم، دوك نوريكم لي ديتاي تشوفوا النقاء. جاي في جنان سفاري تري قبير خادم في لاباج انستغرام تاعهم، قال لي نورمالمون عندهم لوكاليزاسيون اللي تلحق حتى لتما وراح تستمتعوا. احكولي على لي بري، انا الله سمعت لي بري غير تخلعت، ما نكذبش عليكم شحال خلصنا هذا كاع يا ربي، خلصنا الربع الربع تاع الربع تاع الفطور التركي في تركيا باش نصارحكم. وخدم منا هذيك، شوفوا هنا كي كان يطيب هذوك واسمهم ماينامات هذوك بتشكتشوكه شغل والبيض، وهديه كيما اللي نرفدوها يرفدوها هكا في الفيديو، كيما تاع طرابزون شتوني رفتها هكذا بلي فخوماج تاعهم وكامل الحصر والفايده خاوتي. والله غير كليت بردت قلبي، الله الله كلش فريشك كلش بنين، شهيدكم في الجنه ان شاء الله. وهكذا باش تولوا على بالكم بلي كاين كي تحبوا ديروا فطور الله الله، تروحوا اونتر كوبين ديروا دي فوتو شابين. قلت لكم جاي في جنان سفاري، جنان سفاري طريق بير خادم، لوكاليزاسيون تلقاوها في لاباج انستغرام تاعو، غارديو لاباج انستغرام تاعو باش هكا ما تتبحروش وتذوقوا البنة وتستمتعوا بفطور تركي من الجزائر بلا ما تتحركوا. شوفوا بقيت لكم العصور، شوفوا البوريك التركي الله الله بالفرماج وبالفيونداشي جديد فريشك. لقيت لكم ويدير البقلاوة فريشكة جديدة هو يخدمها، قال لك كل يوم يجيب، هذا الناس كامل يشكروا فيه، قال لك عنده بقلاوات شغلك تمشي في تقسيم وتاكل بقلاوة بزاف 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 بنينه وجديده سي لو بلوز امبورطون. شي خلوها تتقرسل في السنين ويبيعوا لك تاع 1560 على بالكم يبيعها فريشك. ديجا شوفوا شوفوا تبان فريشك جديده ويدير لا ليفريزون هنا سيغ الجي. قلت لكم الحانوت تاعو وين جاي، الله الله الكنافه، شوفوا شوفوا ما شاء الله عنده كلش عنده كلش. وشوفوا دي بواط هكا تمدوهم تمدوهم دي كادو ولا تدوهم الحلقومات، كاين كلش جديد وفريشك وبخابخ. شوفوا الحانوت شحال نقي يعطيكم الخبر، حاجه ما شاء الله. هكا في رمضان الله الله راه جاي انسان يدير كوم تاع بقلاوه يقعد راسه من الفطور بلاتي، ما عندي ما نقول لكم.